عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وأحسن ختامنا يا رب العالمين. تقبل منا القليل واعف عنا الكثير، ولا تؤاخذنا بالتقصير، إنك على كل شيء قدير، إنك نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. يتكبراتشو يا أفريكا تيبي تكتاتايوش بيالاتشو بتوناتشو يا بخاري حديث وچين لبتمرت لمكتاتل تزقايتاتشو يا اللاتشو واندمهتوش بيالاتشو بتوناتشو يا الله سلام تعنامتشوت لنان تايلاتشو. ዛሬም እንደተለመደው የቡኻሪ ሐዲሶችን አንድ ሁለቶችን እናያለን ኢንሻአላህ። ዛሬ የምንነሳው ከ34ኛው ሐዲስ ላይ ነው የምንነሳው። 34ኛውን ሐዲስ ሸሁ ኢማሙል ቡኻሪ ባቡ ባብ አልጂሃዱ ሚን አልኢማን በሚል ርዕስ ነው የሰጡት። አልጂሃዱ ሚን አልኢማን ጂሃድ የኢማን አካል ነው በሚል ነው። ሐዲሱ ከአቡ ሁረይራ ነው የተዘገበው። ያለፈው ሐዲስ አን አቢ ሁረይራ ስለነበረ ወአንሁ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ አን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነሁ ቃል እንተደበላሁ ዐዘ ወጀለ ሊመን ኸረጀ ፊ ሰቢሊህ ላ ዩኽሪጁሁ ኢላ ኢማኑን ቢ ወተስዲቁን ቢሩሱሊ أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثلاث مرات እንደዚህ አሉን ይላሉ። እንግዲህ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለውናል ይላሉ። እንተደበላህ አላህ ውክልና ወስዷል፣ አላህ ኃላፊነት ወስዷል። እንተደበላህ ተከፈለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወይም እንተደበላህ ምንዳውን الله سبحانه وتعالى أفاطن ولتال لمن لمن خرج في سبيله يسون من قد لما اسكبر يا الله اندين لما استمر ويمي الله اندين يبلاي لما درك لوت عصوه اللو لمن خرج من بيته في سبيل الله في سبيل إعلاء كلمة الله لا يخرجه إلا إيمان بي كبيتو سيوطع በኔ ማመኑ እንጂ ሌላ ገፊ የለለው ሌላ ለዘሩ ለብሔሩ ለስልጣኑ ለጥቅሙ ምናምን ብሎ ሳይሆን ለኔ በማመኑ ብቻ ተገፋፍቶ ይወጣ። ወተስዲቁም ቢሩሱሊ መልእክተኞችን ሁላቸውንም አምኖ በእነሱ ፈለግ ለመጓዝ እነሱ ያስተማሩትን መንገድ የበላይ ለማድረግ አስቦ እንጂ
أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أن أرجعه لملسو بما نال باقينيو من أجر ككفية أو غنيمة ويم كما ركاتشو نبرتوش يزو لملس أو أدخله الجنة ويم مزيو متوكا كرة جنة الأسكباو كالقب الشالهني انتدب الله تكفل الله توكل الله أو أسرع بثواب مالتنا إلى الله ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية لأمته تشاكبدا له بيه يكبدا تشوال كني بوهلا لميمة أطول الدوج أن ينتكتلو أن دنيا هنا له سيلو يتشاكبدا له بيه نجي ما قعدت خلف سرية عند كفلة أربعة أبد قدر عند مكان هو على مكرة على فلج من البرة عند مكان وده على مكرة على فلج من البرة بقى أربعة قدر عبر هداله وده مسرق وده مقرب وده كين وده على وده فيت يتن يوم بتابهد أربعة هدا بتهلو عبر يبهد دسيلين البرة لمن لولا أن رجال من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني أمانيوك كني هالا مكرة دسم ما إلى تشوس لهننجي ولا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه أني دمو هلون ميجوا برين دالوطا سنك الناتدك على قن الله تشوم إيهيه تشقس لالبنينا ويشك علي أن يتخلفوا عني أني يكفاتشو دموم ودوها لا مقرتاتشو يكفدن يالنجي ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغضو في سبيل الله ودى الله سبحانه وتعالى دين لكف لمالك لماسكبر بميوت وزماتوش قا فاسموها لا مقرت دساي لنجم نبرا قن أني كوطاهن يهلاتشو ما أبرو مهدس سيلاتشوال سنك الناتد كدمو على قنج اللاتشو النسو كفتاتشوني دمو مهد على الفلقم ليلو دمو كاني هالا يميمت أوسو نبي صلى الله عليه وسلم زيما شاتر ترتو عندم كان كرتو عاقوم نبريالة هلوم زيما شكالهون كبولو يتشاقا قرال بيينجي زيتن يوم زيما شالا يمكرت على الفلقم نبر والذي نفسي بيديه هيوتي بجو باللبت جيتا با الله هون بنيالو نبي صلى الله عليه وسلم يمالو والذي نفسي بيدي لوددت امن يلهن عني اقتلوا في سبيل الله با الله سبحانه وتعالى دين لا يندقدل امن ينبر ثم احيا كزيا هيوت دين ورين ثم أقتلوا ثم أحيا كزيات قدياهن من دقنا اندجن ثم أحيا ثم أقتل كزيام هوزرت اللين اندقدل فلق نبرا فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثا أشهد بالله با الله مسكر لهن نبي عليه الصلاة والسلام اندي سيلو سمتش لهن لوددت أني أقتل في سبيل الله أن ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل إيهي حديث بتعام كفتنيا أجري اللو كفتنيا من داي اللو انتلك نقرنا ويزقبلن من نشاولي مثل المجاهد في سبيل الله الله أعلم بما يجاهد في سبيله با الله دين لا يجهاد يميا درقو سوج با الله دين لا يجهاد يميا درقو تن الله نميا كأتشونا ما أنم سولي أكو أيشلم كبرنا فتنانا إخلاص ما أن يوسونا إخلاص يالو سبتشان أميا كأونا مجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم كمثل الصائم القائم
ليتون قومو قانون صومو اندميول سو نو مثل المجاهد في سبيل الله. ين الحديث امام البخاري الجهاد من الايمان بميل راس هون باللنبت راس لاي بليلا بوتا لاي دمو افضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله من الله كمؤمن وتشلو كسوتشلو بلاج بغنزوم بهيوتهم في سبيل الله جهاد يميادرغ نو بميلو كتابا براس لاي. ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين لملكتنيوش باروشيك عليك أدموال بميلو رأسم لاي يهننو حديث عوستوى الإمام البخاري. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا بميلو يا قرآن آيات تفسير لايم يهننو حديث إمام البخاري زقبالو. أحلت لكم الغنائم يتماركو نبرتوش اند تتكامو باتشو تفقدو اللاتشو هال بالوبت حديثاتشو ملاي انستوال. تمني الشهادة سواتش شهادان من منيت يتلالو لو ديتو لو اللاساتشو. تمني الشهادة لاي باب ما جاء في التمني التمني ممنيوت ترو نغرن ممنيت يتشالال بميلو بابم لاي يهننو حديث نو يامطوت. ايه حديث يجهاد اجرو مولود ميون كان صومو ليليت قومو انداسالفه بعباده لاي انداسالفه نو ميستكاكلو اجرو بلو يسون اجر بتام كفتهنيات منغراچون. ሁለተኛው በአላህ በትክክል አምኑ لا يخرجه الا ايمان به وتصديق برسله የወጣን ሰው እኔ ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚለው አገኒማ የከጠላት የባረከውን ገንዘብ ይዞ አጅሩን ይዞ መመለስ ወይም ሸሃዳ ሸሂድ ሆኖ ጀነት ላስገባው ቃል ገብቻለሁ የሚለው ሐዲስ يا الله سبحانه وتعالى انكبك كافي لذي سويه يعزق الجلد ويهه ويهنه اما الاجر اما الاجر واما الشهادان هونه. نبياتنا عليه الصلاه والسلام يونه كفله طور لكو ساتشو بيتاچو قچ مالت دس يما يلاچو اندنبرنا لذي مكنيات واناو يا چغراچو ሁሉንም ሰው ይዘው መሄድ አይፈልጉም ሰው ደግሞ እሳቸው ከወጡ አብሮ መውጣት ይመኛል ይሄንን ሰግቼ ነው ይያዘኑ ደግሞ ጥዬ መሄድ አልፈልኩም እንዳሉ ያመለክታል። ሰላሳ አምስተኛው ሐዲስ باب الدين يسر الدين يسر دين قرنو كباد عدلم كسوچ عقم بلا يهون عدلم اهونم كامام كصحابي ابو هريره نم يورو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه نملو ان انت كتاب وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احدا عمله الجنه ماننم لن يدخل احدا عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال لا ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمه ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغوا ولا يتمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا
فلعله أن يستعتب إلنا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم إنديه بلونا لالو لن يدخل أحدا عمله الجنة ما نياچونم سراو جنة ياسگباوم عباداو صومو صلاتو زكاو حجو عباداو إيمانو ذكرو أمر بالمعروف نهي عن المنكر لجنة يميابك هاي العيال يلو ما يجيني ما نمسو بسراو جنة لقبا يمي تشلبت عقم يلو. سبحان الله سوچ يتلايو يعبادة عينتو اتشن سيابزو الناس زندي بزاسي مسلاتشو بقى كزيه كاني بلت أماننا اللي بلو راساتشون انداي فوكسو انداي كوفسو انداي كبو ياورردو بات حديث نوم. أما هاللاي يهن انتمرتي سيساتو نبي صلى الله عليه وسلم هلوم صحابه ودنقطوان عندو بله قالوا ولا أنت يا رسول الله ارسوان بيونو هلاتشو قال لا أنين بهن ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة الله سبحانه وتعالى بترفاتنا بزنتو تقلل العرقوين شفن العرقو بيسقبين ونجي بسرعي لقبال كلم من يمارو. نبي الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه نبياتنا عليه الصلاة والسلام مقرات شوس كم يابط الناس كم يفند درس يمي قومو قومو يمي أدرو مستوچات شو كذيبو هالا نبي صلى الله عليه وسلم مچوم يمي أفطرو عاي مسلن بلو هل قزيز عمين يانا شو بلو سكمي قمتو درس يصومو ينبرو نبي فإذا فرغت فانصب عند عبادة ستشرس ودليل على عبادة ترمامد يتبالوت لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يتبالوت نبي ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل بفضل ورحمة. إن الدين يسر دين قرنو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله قرنا مفلقوا ليس على الإسلام ليس في الدين حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حلل ولا على المريض حرج. الدين يسر قرنا يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا دين عقرته لسو عقلونه ما أقرب يعلبه عقرارتونه ما استمار ميأسفل لقو أجن ديو جنكنك كارغو غنا جماري يهونه سو بتالي تسلاجتون ديهد بميارك ملكم فاسسمو يهون. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه دين قرنو سبال سراو بتام تيكيثنو مالت هذا اللم دينون من مواقت يلم يشنفو بيهون انجي من دينو يشنفو بيهون انجي يعبادة زرفوچن هلون مسرع الله يالسو يفلقو نقر بمكر يدين انتزازات بمولو ويم يدين دين مفلقو نقر بمولو مملات هاي تشالم مسرات هاي تشالم بغنزب هبتامونو بغنزب مسرات يالباتشو نقروش بيسرع بقلبت مسرات ياللبتن اي سرام بقلبت مسرات ياللبتن بسرا بقنزف ياللوت سرا وچامل تطال بما استمر بممار كسرا امر بالمعروف نهي عن المنكر منقر لاي بي سفرو ياللون مسرات ياكتوال. سلزي دين ارش سرا الله كالا تشنا في نونجا الشنا في عدلم انا اندزيا كهون انديت رمي الدرقو فسددوا أستكاكلوا فسددوا
አስተካክሉ። ምንድነው ማስተካከል ማለት? ትክክለኛውን ነገር የበለጠውን አፍዶሉን ለመምረጥ ሞክር። ፋዲልና መፍዱል ካለ ፋዲሉን አስቀድም። መጀመሪያ ፈራኢዶቹን ከዚያ ቀጥለው ዋጅቦቹን በሱናና በፈርድ መካከል ያሉትን ከዚያ ሱነኖችን ሙስተሐባቶችን እንዲህ ይያልቅ ሰድዱ። اطلبوا السداد اطلبوا الصواب تككلنياون نجر مرطو ما تقرب علي الي عبدي بافضل مما افترضته عليه جدتك ادركوباتشو نجروچ ببلطه باروچ ودني ميقربوبت خير اسرائيل لاچو بزو سوچ جدتا يهونباتشو نجر سايسرو ود سنه سيرورطو تاياله سددوا مجمريا اطلبوا الصواب اطلبوا الشيء الصحيح تككلنياو مسمر فلقونا وقاربوا اقراربوا لمن مولون ما درك باتشلو انكون يمتشلوتن يسراچو لمقرب موكرو وابشروا ايزواچو ياقماچون كسراچو ايزواچو واستعينوا بالغدوه والروحه بطواتنا بماتا ተረዱ። ወሸይ ምን ዱልጃ በተለይ ከሌሊትም የተወሰነ የሌሊትን የዒባዳ የሌሊትን ጥረት ጨመር በማድረግ ከሌሊቱም ትንሽ በመጨመር ወልቀስደ ልቀስደ መሀከለኛ ሆኑ። በጣም ራሳችሁን ማታጨናንቁ በጣምም ደግሞ እንዲሁ ችልተኛ አትሁኑ። አልቀስድ አልቀስድ ተብሉጉ ቀስድ ማለት መሀከለኛ መሆን። የዚያን ጊዜ ነው ምትደርሱ የተባለ ያሰባችሁበት የፈለጋችሁበት። ወላ የተመነየነ አሐዱኩም አልመውት ሞትን መመኘት የለበትም። ሞትን አትመኙ። ለምን? ኢማ ሙሕሲነን እናንተ መልካም እየሰራችሁ ያላችሁ ከሆናችሁ ፈላአለሁ አን ይዝዳደ خيرًا ያ መልካም እየሰራ ያለ ሰው በመቆየቱ አይጎዳም። خير ሊጨምር ይችላል። خير እየሰራ ነው ያለው። ወኢማ ሙሲአን መጥፎ እየሰራስ ከሆነ ፈላአለሁ አን ይስተዕቲብ ሊተብት ተስፋለው። ተስፋ በመቆየት የሚጎዳ ነገር የለም። ይሄንን እንኳን አጋጣሚ ሊያገኝ ስለሚችል የመመለስ ድል ስላለው ሞትን አትመኙ። ሞትን ሁልጊዜ መመኘት አይቻልም? አዎ ሁልጊዜም አይሆንም። የመጨረሻ አማራጭ ከጠፋ በጣም ከአቅም በላይ ከሆነበት ማድረግ ያለበት ምንድነው ይላሉ? اللهم ان كانت الحياه خيرا لي فاحيني الله መኖር የሚጠቅመኝ ከሆነ ለኔ ፋይዳ ካለው አቆየኝ። وان كانت الوفاه خيرا لي فتوفني መሞቴ ሚሻለኝ ከሆነ ደግሞ ግደለኝ ብሎ ነው ዱዓ ማድረግ ያለበት እንጂ እንደው ሞትን ያ ረቢ ባክ አረንዶ ሙቼ ባረፍኩ አረንዶ ግደለኝና ልረፍ አይባልም። ሙተህ ማረፍህን ማን ነገረ? ማን ነው ዋስትና የሰጠ? ابركو ما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار لازم لو بموت رفت ميجبا بيهون ما كلهم بموته لكن كموت بحالا يالو نجر كزي كدنياو بس ياله نو قرطن نو مياسايو اما حفره من حفر النار الله يطبقنا باب الصلاه من الايمان عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت فانزل الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فتوجها نحو الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على قوم من الأنصار أهل مسجد وهم راكعون في صلاة العصر، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وإنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. براء بن عازب رضي الله تعالى عنه يزقب للحديث صلاة يإيمان أكال مهونون إيمان صلاة إيمان تبلو يميت أرى مهونون بقلت يستمر ربتن حديثنا من أقرون تاريكو اندهنو يهي تسمية يهي صلاة وما كان الله ليوديع إيمانكم صلاة تجهن آيات أفهم بميل ملكو الله سبحانه وتعالى صلاة إيمان بلو مترات يورد بات مكنات براء بن عازب دميلوت نبي صلى الله عليه وسلم مدينة اندهرنا وين مدينة اندقبو قنا نبي صلى الله عليه وسلم بيتسبو تشاتشو قاران بريا الرفوت أجداده إلى أخواله آياتو تشاتشو قارا ويم أخواله إناتو تشاتشو زمدو تشقارا ياباتا تشو ياتيو ينات بيتسبو تشناتشو أخوالو تشناتشو وزيان زيانو يا الرفوت إنا يهنن هيوت مجنا مدينة ندقبو من انداقات تماتشو بسفيو كرفت بوهالا انما اللي سبتالن ان شاء الله. جزاكم الله خير. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرقى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه. الخطاب رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم بتلاكو بسدستنيو عمت نبري سلموت بوطاتن نتاچو بتنكارينا بغلبتن نتاچو يتاوقو نبر بمهبره سباچو مست تلك بوتا نبرات سبب اسلامنا مسلمون كف ادرغواچوال كاسرو جنتن كتمسكرلاچوم ناچو باونت لاي صنو اقوام يالاچو كالله ليلا ماننم يمايفرو نبر ሁለተኛውም ኸሊፋ እሳቸው ነበሩ። በአስር ዓመት የስልጣን ዘመናቸው በለማት ትልቅ ደረጃ አድርሰውት ነበር። ኢብኑ መስዑድም እንዲህ ብለው ነበር፤ የዑመር መስለም ፈትህ፣ ስደታቸው ድል፣ የስልጣን ዘመናቸው እዝነት ነበር። ዑመር እስኪሰልሙ ድረስ ከዕባ ዙሪያ ሰግደን አናቅም ነበር። በ23ኛው ሂጅራ በወርሃ ዙልሒጃ ላይ ሸሂድ ሆኑ። قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرقى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وقد عدنا كما وعدنا بكترو مسرت تملسنال بزون داله الراك أتشوف تسفى درق الله. يبراء ابن عازب حديثنا ويتمارنا لنو السو كرفت بفيت نباب وتنبال. يبراء ابن عازب حديث نبي صلى الله عليه وسلم مدينة اندهدو يعرفوت زمدو تشاتشو قارنو ياتشو النات بيتسووش زياد كبابي نبرونا زيانو يعرفوت على أجداده
او على اخواله روايه اخوال اجداد يميلالو انصاروچو كساچو غارا يهونه زمدنا لاچو نو كلهم بايهونو يتوسنو يساچو بيتسبناچو نو وانه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا برا نبي صلى الله عليه وسلم مدينة اندهدو ود بيت المقدس 16 ور ويم 17 ور سجدوال ايه رواية منم شكل لهم في اصح الروايات ايه شكل صحابيون يشككوا مثلا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت نبي صلى الله عليه وسلم ود كعبة كان دي زورو ود كعبة زورو اندي سجدو يمنيو نبر وسطاچو يفلق نبر الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فيته ود سماي منقل مقلبابطون عايتشالهوني نياينو نو علاچو فلنولينك قبلة ترضاها يمتفلقاتن قبلة ود فلكات قبلة نازورهالن ود كعبة نازورهالن على اندالو ازوراچونا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطره تبلو زوره فتوجه نحو الكعبة نبي عليه الصلاة والسلام ود كعبة زوره وسجدوا وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ناتنا يمجمر يا ود كعبة يتسجدتشو صلاة صلاة العصر ناتنا سوان اند سجدوا وصلى معه قوم ساتشو قارام يتوسنوا سوتش عبره وسجدوا فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على قوم من الأنصار أهل مسجد الساتشو قارك سجدوا سوتش عند سوية تنستو من قرسيهد አንሷሮች የሆነች መስጂድ የነበረቻቸው አንሷሮች ነበሩ እነሱ ጋራ ሲሰግዱ አያቸው وهم راكعون في صلاة العصر እነሱ صلاة العصر ላይ ሩኩ አርገው አያቸው ግን የሚሰግዱት አሁን ወደ ማን ነው ወሬ ስላልሰሙ ወደ بيت المقدس فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة بالله مسكر اللهني اني زاري አሁን عصرن ወደ መካ ዙር የሰገደ ዙረን ሰግጄ ነው የመጣሁት በአላህ መስክራለሁ አላቸው ፈዳሩሁም ቂበለል በይት ከማሁም ቂበለል በይት እነሱ ሁላቸውም እንዳሉ ሩኩ አርገው ነው የነበሩት ልክ በይተል መቅደስ እንደዚህ ከሆነ ወዲያውኑ እዚሁ ሩኩ ላይ እንዳሉ እንደዚህ ዞሩ ወደ ካዕባ ፈዳሩ ከማሁም قبل قبل البيت ايه مسجد القبلتين يتبالى مدينه متتوقعوا اهون يالو ازيا مسجد لاي نو ايه يتكسته مسجد القبلتين معنات عند صلاه وده هولت قبلة يتسجدبت صلاه لا معنات نو وقال السفهاء من الناس ان ذي قيلوچو ايهودوچو قالوا الى الله ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها የነበሩበትን ቂብላ አሁን የሚያስተው ምን ነገር ተገኘና ነው የዞሩት ማለታቸው አይቀርም ሰይቆሉ ሱፋሃኡ ሚን الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها እና ምን ይላል الله قل لله المشرق والمغرب مسراقም ምዕራቡም ደቡቡም ሰሜኑም ያ الله አይደለ ምን አገባችሁ ወደዚህ ዞር አዞረው ወደዚህ አዞረው አስሉ ቂብላ መዞር ማለት እኮ ያ الله ተዛዝ ማክበርና መፈጸም ነው እንጂ ወደ ካዕባ የሆነ ነገር ስላለ ወደ ቤተ መቅደስ የሆነ ነገር ስለሌለ አይደለም ሁለቱም ያ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ትዛዝ ከመፈጸም አቋያ ነው يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ወደ ትክክለኛው መንገድ የፈለገውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ነው ቀና መንገድ የሚያስይዘው የሚመራው እሱ ብቻ ነው ሰው በፍጹም ሂዳያ መስጠት አይችልም لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب ايهودوچም ሆኑ ሌሎች መጽሐፍ ባለቤቶች ወደ بيت المقدس ዙረው በመስገዳቸው ተደስተው ነበር የተወሰነ ነገር እኛ ጋር ተመሳስሏል በሚል
فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك ودى كعبا زورو مسكر سيجمرو فصمو علت أماتشوم وأنه مات على الكبلة قبل أن تحول رجال ودى كبلة لي ودى بيت المقدس يتسجد باللبت يموتوا سوى تشالو من اندميهنم يتجدلوا مالو فلم ندري ما نقول فيهم الناس من هنا معلتنا ينسوا نقر انديت هنا معلتنا وبميل من اندمنل عناك من البريل البراء فأنزل الله الله سبحانه وتعالى مكتلون يا قرآنات أورد وما كان الله ليضيع إيمانكم الله سبحانه وتعالى صلاتكم عبلاشم يم عبلاش عيدلم ليوديع إيمانكم هنا صلاتكم مالتنو لمن صلاته لو تفسر يتيقوت انزيا ود بيت المقدس اندسجدو يموتو سوي صلات انديت نو يهونو انديت نو ميبجاچو تولو تطيقونو براء اندميلن بزي مكنيات نو هي آيه وردو نو انداندوچو صلات سيجمر ሶላት ሳይሰግዱ የሞቱትን ሰዎች ምን ይበጃቸው ይሆን ስላሉ ነው የሚሉ የተፍሲር ምሁራኖች አሉ። ላ ማን ያውራ የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ነውና በራ ኢብኑ ዓዚብ መነሻውን ሰበቡን ነግረውናል። ተህዊል አልቂብላ ከተደረገ በኋላ ከተህዊል አልቂብላ በፊት ምን ሊበጀን ነው እነዚያ ሰዎች እንደዚህ ወደ ቤተል መቅዲስ እየሰገዱ የሞቱት ወንድሞቻችን بميل طياقه نو نو ان الله بالناس لرؤوف الرحيم الله لسوچ عزاينا روح روح بمهونو جنا سايدنغغ بموتو سوچ لمن يفيتي اندزي كناچو موتاچو بميل طياقه اندما يقرب باچو تمامنو بنبرو حق بزياو بالهتو سيسروت بنبرو باتعززوت كسرو جنا ودفيت بميمطاو حق على سراچوهم نبر بميل يمكنس نغير يلباچو منو ميلن ايهنن حديث امام البخاري عند سو تاماي كهونه اونتهنيا سو كهونه عند سو بنغرن تنستن سراوچين مفصم تغبي مهونون يملكتال من لاي ناغنيوالن انزي صحاباوچ يسجدو يالو አንዱ ሰውዬ ዙረን ከነብዩ ጋር ሰግደናል ሲላቸው ማረጃ አምጣ ምናምን ማጣራት አልፈለጉም ሱሐቢ ነው ሙስሊም ነው የታወቀ ነው እሱ ያለውን ተቀብለው ዞሩ ነው ወደ ቂብላ ወደ ካዕባ የመዞርን ታሪክ በዘገረበት ባቡ ተወጁህ ነህወል ቂብለቲ ሐይቱ ካን በሚል ርእሰ ላይም አንስቶታል ባቡ ሰይቁሉ ሱፋሃኡ ሚነ الناس ሱረቱ አልበቀራ ያለውን የዚሁኑ ታሪክ የሚተርከውን የቁርአን አያ በፈሰረበትም ይሄንኑ ሐዲስ ዘግቧል ولكل وجهة هو موليها ለያንዳንዱ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያዞርበት የራሱ ምርጫ አለው እናንተ فاستبقوا الخيرات አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምርጥናት የተባለችውን የመምረጥ ኃላፊነት አለባችሁ ኢላን በሚለው ቦታ ላይም ይሄንኑ አያ ወይም ይሄንኑ አሐዲስ አምጥቶታል ማለት ነው ሁሉም ለዚህ አሐዲስ ተስማሚ ስለሆነ ማለት ነው ሌላው ቂብላ ዋንኛው ዓላማው ያላህን ተዛመ ፈጸም እንጂ አላህ ዙሩ ወዳለበት ነገር ከዞርነ ወደ ቤተል መቅዲስም ተሰገደ ወደ ካዕባም ተሰገደ ያላህን ተዛዝ كما فصم غارا يتيازه مهونونم ياسايال نبيو عليه الصلاه والسلام لمكه ينبراچو نافقوتنا غغوت من يحال اندهونم بغلص ياسايال يمجمرياو يقبلا مزور بيتنياو صلاه اند تجمره بغلص ايهو صبح لاي نو ظهر لاي نو عصر لاي نو منم خلاف يلو عصر لاي نو عصر لاي نو ايهو في الصحيح ثبت ሌላው ሩኩዕ ላይ ከሩኩዕ በፊት የነበረው ወደ ቤተል መቅዲስ
ركوع لاي كركوع بهالا ود كعبا تسجدو صلاته هلتم صحيح مهونونم ان يعلن عندند سو نغروچن لما سامن مال سايبال بملم منم چگر يلوم ويم اشهد بالله بلو با الله مسكر الله يبلو بيناجر بيطناكر وريون منم چگر يلوم ايهودوچ بمسلموچ لاي يتلايو قداداوچن فلغو ي سم اطفات مورال منكات زمچاوچن يمادرغ تغباراچو اهون يجمر عالمهونونم باقلت اساوقال سبحان الله مسلموچ لراساچو بቻ ሳይሆን جسل جنت ያስቡት የነበረው ስለ ወንድሞቻቸውም ነው لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه على النبي عليه الصلاه والسلام ይሄንኑ ተግባር ነበር ያየነው ሱሐባዎች ላይ ምንን በል قبل ان تحول القبلة يموتوا السوچ من يبجاچوا ليلو ነበር ين ነበር ሚሉት ما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم باب حسن اسلام المرء يسو ልጅ يسلمناو ማማረን በምንድነው እሚመዘንበት በሚል رأس يا ابو هريره حديث دمو زقبولنال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم مسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها إلنا النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام من بلون اللالو إذا أحسن أحدكم إسلامه ما أنني أتشهم مسلم النوم كاسمرة إسلم النوم كاسوابة تقروك هذا الرق إسلم النوم معلت إسلم النوم ما يسمرون أقروك يسرى كاسلم الناو لاي ان كانوا وچن ما سوجد كچالا فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف يميسراچو خيروچ كله كاسر عند باسق عندن باسر كممندات انستو اسك 700 درس يدراربال يا سلام ربح عظيم فضل عظيم يتنياون بعالم لا يالو چاراتاوچ بمولو وي ماغبابياوچ اندزي حال ماغبابيا تنغرو ايتتاوقم انت سراهن كاسامركنا اسلمناهن بدنب كتغبرك اسلمناهن بيقنو ودمياسامرو نغير يهدك بالله قطر عند نغير سسرا سبحان الله ستل بأسر حسنة كزيام عدقى عدقى اسك 700 درس تدرس لها اللجي وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها يمي سراتشو ستتوش دقمو عند لاندنو عند سرح باندنو عند سرح اندنو ميصاف به خيرو بسنت 700 يعني 100 ادلم 200 ادلم 300 ادلم الى 700 ضعف تلك نو عندهم قران لا يكو كزي يمر ميارغم الله مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبه انبت السبع سنابل في كل سنبله 100 حبه هي 700 زي درس نو قتلوا من على والله يضاعف لمن يشاء كزي بلا يمر لكم مالته نو سنت درس ما انما يقو اذا احسن احدكم اسلامه يهنو شرطه ها 38ኛው حديث ደግሞ باب احب الدين الى الله ادومه الله زندا توداجو دين توداجو هايمانوتاوي تغبار
ቀጣይነት ያለው ነው። ዝም ብሎ ግርግር ፈጥሮ ከዚያ በኋላ ከአካባቢው መጥፋት አይደለም፣ ቀጥ ብሎ መሄድ ነው። የጀመሩትን ማስቀጠል መቻል ነው። አድወሙሁ ነው። ወኢንቀል ሪዋያው ወኢንቀል የምትልም አለች። አን ዑርወተ አን ዓኢሸተ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁም አን ነቢይ ሰለላሁ ዓለይህ ወሰለም ደኸለ ዓለይሃ ወዕንደሃ እምረአቱ ምን በኒ አሰድ ቃለ መን ሃዚህ ቃለት ፉላና ላ ተናሙ ሌይል ተዝኩሩ ምን ሰላትሃ ቃለ ሰለላሁ ዓለይህ ወሰለም መህ عليكم بما تطيقون من الأعمال فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه عروة عائشة أكستين دي بلون ياللنا رضي الله عنهم وعن ذويهم ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይህ ወሰለም አንድ ቀን ቤት መጡ ይላሉ ዓኢሻ። እቤት ሲገቡ አንዲት ከበኒ አሰድ የሆነች ሴት አብራኝ ነበረች አሉ። ነቢዩ ዓለይህ ሰላቱ ወሰላም ድምፅን ሲሰሙ ማነሽ ማናትቺ አሉኝ። በዚህ ጊዜ እኔ እገሊት ናት፣ ያ ረሱሉላህ ለሊት አተኛ እንዲህ ታረጋለች እያሉ የሶላት አሰጋገዷን በደንብ ስለ ሰትዮዋ ዓኢሻ ይናገራሉ። ያው ሰትዮዋ የነገረቻቸውን ዓኢሻ ደግሞ ለነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይነግራሉ። ነቢዩ በዚህ ጊዜ ምን አሉ? መህ ተይር አቁሚ አሉ። አቁሚ መህ ማለት ተይ ለማለት ነው። አቁሚ እንደ ማለት ነው። ማ ሃዛ ይሄ እኮ አለይኩም ቢማ ቱጢቁን ሁልጊዜ የመስራት ያለባችሁ የምትችሉትን ነው። አለይኩም ቢማ ቱጢቁን ሚን አልአማል ከስራ የምትችሉትን አቅም ያላችሁን በአቅማችሁ ልክ ነው መስራት ያለባችሁ። ፈወላህ በጌታዬ በአላህ ይሁንብኝ አሉ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ የመሉላህ ሐታ ተመሉ አላህ አጂር ከመስጠት ምንዳ ከመክፈል ለእናንተ አጂር ከመስጠት አይሰለችም እናንተ እስከምትሰለችሁ ድረስ። ስለዚህ እናንተ ትሰለችሁና ይተዋችኋል። የሚያሰለች ነገር ላይ አትግቡ። ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይህ ወሰለም ምን አሉ አስቀጥለው? ወካነ አሐቡ ዲን ኢለይህ አላህ ዘንዳ የተወደደ የእምነት ተግባር ነው። ማዳመ ዓለይህ ሳሒቡሁ ተግባሪው ለመዘውተር የቻለበት ነው፣ ቀጣይነት ያለው ነው። ማዳመ ዓለይህ ሳሒቡሁ ወኢንቀል ቢያንስ እንኳን ሳሒቡ የቀጠለበት ነው። እነዚህ እንግዲህ ሁለቱ ሐዲሶች 37ና 38ኛው ሐዲሶች የሰው ልጅ በደንብ ከመማር ከመስተማር ከተግባር ጋር ባለበት ቁጥር አጅሩ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ቢታወቅም ከአቅም በላይ የሆነን ስራ ደግሞ ይዞ በቃ 11 ረካ ይሰግዳል፣ 11 ረካ ሰኞና ሐሙስ ይጾማል፣ አያመል ቢት ትጾማለህ ምናምን ትላለህ። ወዲያውኑ ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ላይ ቁርጥ አድርገህ ትጾማለህ። ላ ለምን? አላህ ያለመድከው ቦታ ላይ ሊያጣህ አይገባም። የጀመርነውን ኸይር ስራ ልናቋርጥ አይገባም። አንዳንዶቹ ከዚህ ምክንያት ይነሱና እኔ እኮ እንዲህ ማድረግ ፈልግ ነበረ ግን ላልቀጥልበት ብዬ ነው። ለምን ትላለህ አንተ? ጀምርና አላህ እንዲያስችልህ እንዲያስቀጥልህ አላህን ለምን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲያ የማስቀጠሉ አቅም የእሱ እንጂ አንተ አይደለም። አንተ ግን ዛሬ መስራት የምትችለውን ነገር ነገ ነገ ወዲያ ላልሰራው እችላለሁ በሚል ልታቋርጥ አይገባህም። أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال: فرجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.